طيب، على الصعيد الإنساني، ممثل إفريقيا الوسطى عبدو عباري قال إن القتال في السودان له عواقب إنسانية مدمرة ووخيمة على تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. برأيك إلى متى سيظل الاتحاد الإفريقي يتعامل على أنهم طرفي صراع وبالحيادية المقيتة دون أن يذهب إلى حسم هذا الصراع والوقوف مع الجيش بعد وجود تدهور كبير في كلا هؤلاء الدولتين إفريقيا الوسطى وتشاد؟ للأسف أن موقف الاتحاد الأفريقي مرتبط بالموقف الأمريكي، وهو يقع تحت ضغط القوى الخارجية على ما وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو يعني هذه مواقفه لا تتمايز مع المواقف الأمريكية، وهي مواقف في أحسن الأحوال مواقف ضبابية تجاه الصراع في السودان، بالرغم من أن القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي أو الحكومة الأمريكية بشكل عام لها موقف من ميليشيا الدعم السريع باعتبار أن هي حليفة لروسيا في هذا الأمر، ولكن القوات الجيش الأمريكي واقع تحت الضغط الدعاية من أطراف أقليمية ومن أطراف داخلية بأن الجيش السوداني هو تسيطر عليه الحركة الإسلامية، وبالتالي في هذه الحالة لا يقف موقفا يدعم الشرعية في السودان، يدعم الاستقرار، يدعم إنهاء حالة الفوضى الموجودة في البلاد، وبالتالي تظل الولايات المتحدة كأنما تنتظر أن تستمر هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الفوضى قد يتيح لها في نهاية المطاف أن تتدخل عسكريا، ومن قبل تتدخل عن طريق القرارات الدولية التي تطبخها هي في مجلس الأمن.